طالبنا قبل بعمال نظافة وكثرة الحشرات وكثرة الوسخ، ويعني أحيانا النسوان بالشغل وأكثر الشغل صار علينا نحن، يعني صار علينا ضغط. نتمنى يعني من الجهات المعنية أنه يرجعونا العمال النظافة. ترى الأوساخ يعني ترى كثير كثافة، صارت أوساخ كثير بالمخيم، عرفت علي؟ وانتشرت الأمراض، انتشرت أمراض الكوليرا وانتشرت الليشمانيا وانتشرت جميع الأمراض. ونطلب من المنظمات تكثف جهودها مشان الحل، يعني الحل هالغمامة الأوساخ هلا. يعني اليوم التواليتات وعليهن ما يعني واحد ما يقدر يفوت عليهن بالعربي. الدحق الأوساخ يعني بدل ما كل اسبوع 10 ايام تجي تبع الغمامه تشيل الوسخ، المفروض اذا مو بشكل يومي نهار اي نهار لا. يعني الاوساخ طمر المخيم طمر، نرجو من المنظمات والجهات المعنيه قدر الامكان المساعده بهالموضوع، موضوع النظافه. نرجو من البلديات زياده الجوله، يجونا بالأربعة والأحد، نريد مثلا السبت والاثنين والخميس مشان ما يضل، يعني نريد يوم زيادة تيجي السيارة تشيل. نطالب المنظمات أنه يرجعون يشغلونا عمال النظافة، لأنه زيادة الأوساخ والحشرات بالمخيم تفوق العقل، زيادة للاشمانيا، عدة إصابات صار هنا بالمخيم من الأشمانية، بمستنقعات، بأوساخ زايدة.